السيد الرئيس رئيس جمعية فاس سايس على كلمتكم المشرفة والتي تجسد بعمق ثقافة التعاون والتآزر، وتجسد بفعل دور فعاليات المجتمع المدني والشركاء الذين يسعون دائما إلى التعاون في كل ما من شأنه الرقي والرفع من المنظومة الصحية. وفعلا جهة فاس مكناس والمديرية الجهوية محظوظة لكونها خصت بهذه الهبة من طرفكم ومن طرف جمعية فاس سايس، وكذلك من طرف مؤسسة ابن عشير للولايات المتحدة الأمريكية، دون أن ننسى التوجه بالكلمة إلى رئيس مؤسسة ابن عشير بالولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء كلمتي في هذا الصدد. مباركة أول مباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد مدير الجهة الصحة في الأقاليم مكناس وفاس، سيد رئيس جمعية فاس سايس، سيدة رئيسة الاجتماع قسم العمل الاجتماعي في الولاية، أعضاء الصحة اللي هم مهمين جدا، كنشكركم على يعني العمل ديالكم وعلى الإخلاص ديالكم. موضوع الصحة موضوع مهم جدا. أعضاء جمعية فاس سايس، أعضاء السلك الصحفي، أنا مسرور جدا بكوني مع هذه النخبة هذه الوطنية من أبناء بلادي لنعبر عن تآزرنا وتعاوننا مع إخواننا في المغرب، وكيفية ربط الوصل مع الوطن الأم بالنسبة لمغاربة العالم خصوصا مغاربة أمريكا. الحمد لله احنا يعني اخترنا اتفاقية مع جمعية ديال فاس سايس نظرا لما رأيناه من المصداقية والشفافية والإخلاص في هذه المهمة، وحنا دائما نبحث عن شركاء لتخفيف العبء على المواطنين الضعفاء، تخفيف عبء المسألة الصحية. فكما قال سيد رئيس جمعية فاس سايس، يعني كانت عندنا بداية الحمد لله في السنة اللي فاتت، وهذه يعني مبادرة أخرى، وإن شاء الله المستقبل حيكون زاهر بالمبادرات، حيث أننا يعني وجدنا شركاء مخلصين ومصداقيين في يعني لا بالنسبة لجمعية فاس سايس ولا بالنسبة للمديرية الإقليمية للصحة. فكنشكركم جزيلا جزيل الشكر على هذه الفرصة هذه يعني للتعاون يعني ما بين المجتمع المدني والجهات الحكومية وحتى المجتمع المدني خارج الوطن. فإن شاء الله يعني هناك عندنا تفاؤل كثير، وكنتظروا إن شاء الله المزيد من الشراكة والمزيد من يعني العمل من أجل يعني تخفيف العبء على المواطن بالنسبة للصحة. وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم.